ثلاجة شوية. طب انا هقول لحضرتك حاجه، هو احنا اتفضلي. زمان كان اعتمادنا ان احنا الامهات تصحى الصبح تقعد تقلي فراخ وتعمل، ما كانش فيه الكلام ده، كان معظم الناس كلنا كنا بنروح المدرسه ازاي؟ سندوتش جبنه، سندوتش جبنه بخيار بشويه جرجير مع شويه زيتون مع كوبايه لبن، دي وجبه متكامله. ده احنا عندنا هنا مجموعه الالبان، عندنا العيش البلدي الاسمر الجميل ده بتاعنا ده، حبوب كامله نشويات، الجبنه البيضه بروتين حيواني، حطينا في جرجير وخيار خضروات طازجه وخضروات صحيح. خضراء مليانه فيتامينات ومليانه مغنيسيوم ومليانه حاجات مفيده جدا، كوبايه لبن او كوبايه، ما بيحبش اللبن حط لي عليه معلقه عسل، علبه زبادي، لبن رايب حط له على اللبن موزه واضربيها له في او الخلاط، معلقه كاكاو مثلا، ما اي حاجه، يعني اي اي حاجه، حاجه تلوني بيها بس حاجه شكل خفيفه اللبن. كده، ما ممكن كده شويه دهون نافعه مثلا، ممكن ايه الزيتون، فإنها تعمل وجبة متكاملة، هي الأم تبقى حاطة في دماغها إن أنا عشان أعمل وجبة متكاملة للطفل لازم أقف وأطبخ وأعمل، رغم إن هي الحاجات اللي كانت موجودة زمان دي كانت وجبات متكاملة. ايوه ده كان طبعا. في مثلا الصبح مثلا كنا كلنا إيه الفطار في معظم البيوت المصرية، كوباية لبن مع سندوتش الجبنة مع البيضة، بالظبط. ما كانش في أم بتصحى تقعد تقلي بانيه وتعمل شاورمات والحاجات الغريبة اللي الأمهات اللي طالعة على جروب المامز الفترة دي. ما هم الاطفال اللي بيطلبوا الحاجات دي، بس احنا في ايدينا ان احنا نحبب الاطفال، يعني مثلا لانش بوكس بتاعهم نحط لهم فيه ايه بحيث ان هم كمان يبقوا راضيين عن ده. اللانش بوكس بتاع الطفل ده وجبة يعني هامة جدا، هو ده جوه المدرسة الطفل بيبقى تعبان اهو بدأ ان هو ايه محتاج حاجة تديله عشان يعرف يكمل، عشان يعرف يكمل تديله تركيزه، باور يعني. طاقة يعرف يكمل بقى اليوم، خاصة ان هو في نص اليوم لازم يبقى فيه 7 عناصر غذائية. ايه هو؟ المية، ايوه العنصر التاني اللبن، نديله مثلا ازازة لبن رايب او لبن عادي او زبادي، لازم يبقى فيها فاكهة طبعا. طب هتقولي كل يوم حسب مقدرتك، ممكن الفاكهة دي تبقى معلقة مربى الأم عاملاها في البيت، مربى من غير مواد حافظة، ممكن الفاكهة دي أو حصة الفاكهة دي تبقى موزة، تبقى تفاحة، تبقى 3 تمرات، دي أدي فاكهة، تنوعات الفاكهة. بعد كده لازم يبقى فيها مجموعة الخضروات الطازجة سواء خيار، خس، جرجير، ننوع فلفلتين من البيت اي بيتحطوا، فلفل الرومي ده. الاخضر ده فلفلتين، خلاص بالظبط. مجموعه الخضروات، يبقى كده مجموعه البروتين الحيواني، بيضه، حته جبنه، ممكن بقى طبعا تبع المستوى الاقتصادي بتاع الاسره، ممكن لو بقي مثلا شريحه فراخ من الغداء بتاع امبارح تحط له في الساندوتش شريحه فراخ، بس ما تبقاش مقليه يعني، تحاول انها تشوحها له بحاجه بزيوت نافعه كده بسيطه وتحطها له في الساندوتش. ممكن مثلا يبقى بروتين نباتي، حتى الفول المدمس الجميل بتاعنا ده. نرجع تاني كمان في مجموعه ايه الخضروات، الدهون النافعه، الدهون النافعه ايه اللي هو الزيتون الجميل ده بتاعنا، تنقعه شوية في المية بحيث ان هو تتخلص من الملح الزايد بتاعه، ممكن تحط له شوية مكسرات، هتقولي المكسرات غالية، شوية فول سوداني، اكيد الفول السوداني ده في مستوى طبعا اي حد، بيأزأزوه وهم قاعدين بعد الظهر، فتحط له شوية. شوية فول سوداني، يبقى صحيح. خد وجبة متكاملة زي ما قلت لحضرتك كده، ساندوتش جبنة بخيار بفلفل بكوباية لبن بشوية زيتون مع بإزازة مية، هي عملت الواجب وزيادة معاه. طيب ازاي نقي بقى اولادنا في دخول البرد؟ البرد هيجي علينا وفي ظروف كورونا،